السلام عليكم حبايبي اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. سمحوا لي بزاف انني كنغبر عليكم لظروف، ونتمنى تكونوا جميعا في صحه جيده ان شاء الله. نشكركم بزاف على تعاليقكم الزوينين وعلى السؤال ديالكم ليا، كنشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعه، سواء المتتبعين والمتتبعات الجداد والقدام. شكرا جزيل الشكر على الدعم ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى البارتاج، تبارك الله عليكم. طلمة البهجة الحرة الأصيلية بن الشريف، هذه طلمة البهجة الحرة الأصيلية بن الشريف لعشاق لارتيزانة، تفريشة ملكية الفخامة. طلمة بن الشريف الأصيلي الحر معهم يعني الحوف السفيفة البلدية. بالنسبه للحوف راكم كتعرفوا الطريقه ديال البهجه القديمه الحره يعني الاصيليه، كيكون في الحوف كتكون بالنسبه للخدادي والطلميط في البيض، وبالنسبه للحوف راه فيهم البهجه البيضاء والبهجه الكحله. عرفتي خصكم تشوفوا التفريشه كي كيجيو تيحمقوا. قلنا نعطيكم العبارات، طلمت مطلوقين كاين 4 متر ونص، كاين 4 متر و 80، 5 متر ونص. نعاود لكم العبارات، طلميطه طويله 5 متر ونص، طلميط الثاني 4 متر و 80 يعني تقريبا علين 5 متر، طلميط الثالث 4 متر ونص يعني راه دورك يعني تتفرش تقريبا علين 7 السدادر. معاهم 12 ديال المخاد بالسفيفه البلدي مكرامي، يعني السفيفه البلديه وفيها المكرامي، ومعاهم 4 المساند ديال طرز الغرزه في اللون الكحل، ومعاهم 4 المساند منبتين بليزيستراس يعني فيهم ديك هانتوما الوريضات ديال ليزيستراس. هي المجموع ديال ما بين المساند والمخاد 20، 4 8 ديال المساند و 12 المخاد هي المجموع 20. اللي بغاهم 06 41 67 33 95 الإرسال إلى جميع المدن. بالنسبة للطلامط راه فيهم منكب كامل ماشي نص منكب، ومعهم الحوف يعني يمكن لكم تفرشوهم بالحوف وبلا الحوف. اللي بغاهم مرحبا، 100 ألف مرحبا، الإرسال إلى جميع المدن. هادو طلامط ديال الخريب الحر الأصيلي بن الشريف، دائما مع لارتيزانة، دائما الجديد ودائما مع لارتيزانة قناة لارتيزانة. خريب الحر الأصيل بن الشريف اللي فيه الفكرون بالصقلي، شو ما شاء الله تفريشة نص منكب بالحوف، طلمت نص منكب يعني ولا بدا خص يكونوا الحوف معاهم، كيتباعوا طلمت والحوف. شحال وحدة ما كتعرف شنو هو نص منكب؟ نص منكب يعني الحاشية، الحاشية كيكون فيها جنب السدر يعني كيطلمط وتحت منها البيضاوية. نعطيكم العبارات، طلمت مطلوقين كاينه 5 متر مطلوقه يعني ما كنحسبوش البيضاويه ديال الجناب، كاينه 5 متر يعني غير التوب ديال الخريب العبار. طلميط الثاني حتى هو 5 متر، طلميط الثالث 3 متر، والطلميط الرابع 3 متر. قلنا 5 5 3 3 شو ما شاء الله تفريشه راها كتفرش سداري ونص، سداري ونص، جوج سدادر جوج سدادر يعني تبارك الله ما شاء الله راه عليه شي 9 سدادر. يعني الا قديتوهم مزيان راه غادي يفرشوا، ومعاهم الحوف ديالهم يعني العبار دائما ديال الحوف كيكون قل من هذه البيضاويه، هي من التحت هي اللي كتبان لكم صفراء وفوق منها الحوف كتجي تفريشه رائعه ما شاء الله لعشاق الاناقه. ومعاهم 4 المخاد كبار العسه، العسه هما المساند يعني ماشي ديك لي كالدو، لي كالدو هادوك ما محسوبين، هادوك راه ما كاينينش، هادو لي متكين على الخدادي هادوك غير ديكور، ما ماشي ما كاينينش معاهم. حنا كنهضروا لكم على العسه وما الجناب، طرز الغرزه بالتكرير ديال الماكرامي، شي حاجه معتبره، خياطه دياريه لعشاق الذوق الرفيع. ومعاهم 4 ديال طرز الغرزه، العسه هما المخاد كيكونوا كبر من المساند، وانما كيكونوا كبر من المخاد تقريبا كي يعني كيوصل يقدر يوصل العبار ديالهم حتى المتر يعني على نص متر.
اللي بغاهم 0641-67-33-95 لإرسال إلى جميع المدن. ما شاء الله نطلبوا من الله يعني سعدات هذه اللي غادي تكتب لها هاد الدور. مرحبا، 100,000 مرحبا. فقط الناس اللي جاهزين غيشريو هما اللي يتواصلوا معايا على الرقم، والرقم راه فيه الواتساب وفيه المكالمة. مرحبا بالجميع، ويستمر العرض في الأنواع ديال الطلانط. دائما مع الأصالة المغربية طلانط الدنياجات الحرة الأصيلية المطروزة ديال البهجة طرد الغرزة. طلانط هذه الحرة الأصيلية الدنياجات الحرة الأصيلية البهجة فريشة ملكية لعشاق الأناقة المغربية. شي حاجة ديال الرفيع، وراني كنعرف مع من كنخاطب. راه ما شاء الله اللي متبعيني غير الناس اللي راقين، انتم هما اللي الخير، كلكم راقين ما شاء الله، كلكم غزلان، كلكم تبارك الله كتبغيو الأناقة. نعطيكم العبارات بالنسبة للطلانط، راه مطلوقين ما فيهمش لاستيك، شو ما شاء الله تكرير الماكرامي اليد، وهذه طرز الغرزة. نعطيكم العبارات ديالهم بالضبط، لان الطلانط مطلوقين كنعطيكم التوب كامل، العبار ديال التوب كامل. كاين 6.5 متر يعني 3 السدادر وتقريبا علينا عفوا، كاين 6.30 متر سمحوا لي، وكاين 4.70 متر من الطرف للطرف يعني العبار ديال التوب كامل، وكاين 4.40 متر وكاين 4.5 متر. نعاود لكم القياس ديال الطلانط، كاين 6.30 متر، الطلميط الثاني 4.70 متر، الطلميط الثالث 4.40 متر، الطلميط الرابع 4.5 متر. يعني راه تقريبا 9 سدادر كيلبسوا تقريبا شي 9 ولا 10 سدادر. دورة كبيرة ما شاء الله، يعني صالون ديال الفخامة، معهم 20 مخدة بالسفيفة البلدية معتبرة، ومعهم 14 ديال المساند، 4 ديال التكرير، 14 المساند يعني هكذا، 7 بطرز الغرزة و7 بالتكرير ديال الماكرامي ديال اليد. راه التكرير ديال الماكرامي مصوب على اليد، شي حاجة ديال التضخيم. اللي بغاهم 06-41-67-33-95. بالنسبة لي كالدو اللي متكين على المخدة راه ماشي، ما كاينش معاهم هادوك، حنا كنحسبو غير اللي تحت المخاد. باش نزيد نذكركم، لان طرز الغرزة ديالهم مختلف على طرز الغرزة، هادوك راه غير لي كالدو. هادوك اللي بغاهم مرحبا. طلمت البروكار هادو مستعملين في حالة جيدة، تفريشة كبيرة ما شاء الله، راه 5 طلمت، وانما طلمت يعني طلمت فيهم لاستيك، كنعطيكم غير الوجه ديال الفراش اللي غادي تلبس، يعني خص يكون العبار ديال الفراش ديالكم في هاد القياسات اللي غنعطيكم دابا، واخا يكون اقل منه غير ما يكونش اكثر من هاد القياس، ويمكن لكم تقادوهم كما حبيتوا. كاينه 7 متر يعني غير وجه الفراش، يعني خص يكونوا عندكم 3 السدادر مشروكين، ولا المهم يكون السداري طويل في هاد العبار، ما كنحسبو لكمش الجناب فاش كيكون لاستيك، كنعطيكم غير وجه الفراش. كيلبسوا 7 متر، الطلميط الثاني 3 متر يعني خص يكون السداري، يعني سداري ونص، الطلميط الثالث 2 متر، والطلميط الرابع 2 متر، والطلميط الخامس 2 متر. قلنا تيلبسوا 7 متر ملبوسه، يعني خص يكون السداري في هذا العبار، الطلميط الثاني عاود السداري خص يكون فيه 3 متر، والسداري 2 متر، و2 متر 2 متر، 7 متر 3 متر، 2 متر 2 متر 2 متر، ومعاهم 20 مخدة ديال 70. اللي بغاهم 06-41-67-33-95 الإرسال إلى جميع المدن. هادو الثمن ديالهم 2200 درهم. اللي بغاهم مرحبا، 100,000 مرحبا، والإرسال إلى جميع المدن. لتذكير الطلمطرة ما فيهمش لي كالدو، دائما مع لاغتيزانة طلمط الخريب الحر الأصيلي بن الشريف، كله صقلي، يعني الصفر ديالو كله صقلي، فيه يعني صقلي، ها هو تفريشة رائعة. ديما مع قناة جديدة ميزات وعروض أسية، ديما الأصالة
المغربيه، طلمت فيهم لاستيك، يعني حنا كنعطيكم غير وجه الفراش اللي غتلبس. كاين طلميط تيلبس 3 متر و20 غير الوجه، الطلميط الثاني 3 متر و30، الطلميط الثالث 3 متر و10، الطلميط الرابع 2 متر. فريشة كبيرة ما شاء الله، 6 داري ونص كتلبس، 6 داري ونص، 6 داري ونص، و6 داري. معاهم 20 مخدة بالصفيفة، يعني ديال 70، ديما البلدي كيكون الخدة دي ديال 70. لي بغاهم 06 41 67 33 95، والإرسال إلى جميع المدن. مرحبا، 100 ألف مرحبا. بالنسبة لها الدورة راه فيها غير الخداد، بالنسبة لديك طرز الغرزة راه ما كاينش معاها، ديك راه كاينه غير وحدة تما ماشي معاها، هذيك راه حنا غير كمصورينها معاها وصافي. فقط طلمط والمخاد. اللي بغاهم مرحبا، 100 ألف مرحبا، والإرسال لجميع المدن. هادو طلمط جداد، تاج محل الحر، تاج محل الحر فيهم لارجونتي والنقري، الذهبي والنقري. طلمط رولو ما مفصلينش، 15 متر رولو فصلوها كيما حبيتو، والخدادي مخيطين 18 مخدة، خدادي رولو وطلمط، الخدادي عفوا طلمط رولو هما هادو، والخدادي مخيطين بالكابلي خياطة معتبرة، خدادي 70، 18 مخدة. هادو الثمن ديالهم صولد 1550 درهم. لي بغاهم 06 41 67 33 95، راه في الأصل كنبيعوهم ب1700 درهم، هدا غي صولد 1550 درهم. لي بغاهم مرحبا، 100 ألف مرحبا، وإرسال لجميع المدن. طلمط مستعملين مبرة محفرة، راه تفريشة كبيرة، راه غير هاد البيت هذا صغير، المهم 4 طلمط و هما كيلمطو، يعني فراش كبير راه يعني هاد الصوينين غير صغيور، أما الطلمط راهما كبارين وافين غير مطويين تحت السداري. الطلمط الطويل فيه 4 متر، كيلمط 4 متر، يعني فيه لاستيك. كنعطيكم غير وجه الفراش، خص يكونو جوج سداد لجوج متر، جوج متر. الطلمط الثاني 3 متر و20، يعني خص سداري، سداري ونص. الطلمط الثالث 3 متر و20، والطلمط الرابع 2 متر، هي راه تقريبا شي 1.80 متر، وزايدين واحد التوب باش مكملين متر، مكملين 2 متر، يعني فيه الزيادة. قلنا 4 متر تيلبسو، يعني خص يكون عندكم الفراش في هاد العبار، راه تفرشة كبيرة. 4 متر، 3 متر و20، 3 متر و10، 2 متر، معاهم 13 مخدة ديال 70 وربعة المساند. بالنسبة للمسيندات راه فيهم في قلب منهم البونجات مدورين ديالهم، 5 4 المساند فيهم البونجات، شي وحدين فيهم الهدوب وشي وحدين ما فيهمش، بغيتو تحيدوهم لهم تحيدوهم لهم. الثمن ديالهم 1550 درهم. اللي بغاهم 06 41 67 33 95، والإرسال لجميع المدن. مرحبا، 100 ألف مرحبا. طلمط الدنياجات الحرة الأصيلية بن الشريف، هادي راه الدنياجات الحرة الأصيلية د البهجة، هادي كيقولو لها البهجة، كلها مطروزة وفيها السقلي، لاحظوا كلها سقلي ما شاء الله، دي الدنياجات الحرة الأصيلية بن الشريف ديال البهجة، وأغلبية الناس كيقولو لها البهجة ما شاء الله. بالصفيفة البلدية ترهيش، تفريشة هماوية، فيهم لاستيك. بالنسبة للعبار يعني غنعطيكم غير وجه الفراش اللي كتلبس، ما كنحسبوش الجناب، كاينة 3 متر ونص غير الفراش بلا الجناب. الطلميط الثاني تيلبس 2 متر و80، الطلميط الثالث 2 متر و90، الطلميط الرابع 2 متر و30، يعني هاد 3 متر ونص، 82 تقريبا علين 3 متر، و 92 تقريبا علين 3 متر، يعني راه تفريشة كبيرة ما شاء الله، 4 طلمط كبارين.
ومعاهم 16 مخده. اختي دائما اخواتي الكريمات فاش كيكون البلدي راه لا داعي باش تقولوا لي شحال فيهم د العبار، لان البلدي معروف المشموم ما يمكنش يكون فيهم 90، الا كان 90 راه ضروري كتزيدوا طرز الغرزه في الجناب. يعني الطلامط ديما البلديين د البهجه على حساب المشموم ولا الدنياجات الحره كيكون فيهم 70، وفاش كتكون فيهم السفيفه في الجناب راه كتزاد، يعني كيكونوا كبارين هماويين. قلنا 16 مخده ديال 70 و4 المساند بالتكرير، تفريشه هماويه لعشاق الاصاله، ما شاء الله روعه، غير اللي ما بغاش يفرش. قلنا تلبسوا 3 متر ونص، 2.80، 2.90، 2.30، 16 مخده ديال 70 بالسفيفه البلديه تريش، ومعاهم 4 المساند بالتكرير. اللي بغاهم 0.6 41 67 33 95، والارسال الى جميع المدن. ما تنساوش اخواتي الكريمات تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وخليوا لي لايك للفيديو فضلا وليس امرا، وكومونتير زوين بحالكم، تبارك الله عليكم. هادو الحف ديال البهجه الحره الاصيليه بن الشريف، الحف كبارين، 3 ديال الحف ديال الصالون كبير. الحف الاول فيه 4.40 متر قياس، يعني جوج سدادر كبار. الحف الثاني 4.40 متر حتى هو من طرف لطرف، والحف الثالث 4 متر. بالنسبه للحف هاد الجوج ديال 44 44، هادو سالمين، الوان ديالهم متناسقه، مستعملين في حاله جيده. بالنسبه لهاد الحف الثالث، بالنسبه لهاد الورده هادي ديالهم هنايا فيها المسحات ما باينينش، هانتوما لاحظوا المشموم، انا كنوضح لكم كلشي. يعني قياس صالون كبير. اللي بغاهم 0.6 41 67 33 95. هادو الثمن ديالهم 1950 درهم. اللي بغاهم 0.6 41 67 33 95، والارسال الى جميع المدن. مرحبا، 100 ألف مرحبا. هادو طلانط جديد، هادو ماشي مستعملين، هادو جدادين مفصلين مخيطين المطروز، ما شاء الله تفريشه هماويه، قياس صالون كبير ديال 6 سدادر. وبالنسبه للديبارات اللي دايرين هادو لي اونفاس اللي دايرين بحال المضام، هادو راه بالنسبه للطلميط الطم الطوال راه فيهم 2 ديبارات في كل طلميطه بحال المضمات، مخيطين جاهزين وبهم فيهم السماطي. بالنسبه اخواتي الكريمات راه ملاصقين في التوب، يعني نعطيكم العبار، الطلميط الطويل كيلبس 4 متر، يعني خص 2 سدادر مشروكين. الطلميط الثاني 4 متر، الطلميط الثالث 2 متر، والطلميط الرابع 2 متر، يعني قياس 6 سدادر. 2 سدادر مشروكين في 2 سدادر مشروكين في 2 سدادر مفروقين، كل سداري بوحدو، يعني 4 متر 4 متر، 2 2. تنعطيكم فقط قياس الفراش اللي غتلبس، يعني السداري ملبوس ناضي، طلمت جداد مفصلين مخيطين المطروز، خصكم تشوفهم مباشرة كلهم فيهم يعني المطروز والموزون. وبالنسبه للكلامط الخدادي، الخدادي عفوا، الخدادي راهما كبارين ديال 90، يعني كل سداري كيهجوش خديات طوالين كبارين، تبارك الله هماويين. كاين ما بين المخاد ولي كالدو كاين 11 المخاد و 12 ديال لي كالدو، يعني المجموع 23، 11 ديال المخاد و 12 ديال لي كالدو، 6 طوال و 6 مربعين، والخدادي كبارين ديال 90. الثمن ديالهم همزه سولد 1950 درهم. راه هاد الثمن اخواتي الكريمات راكم عارفين راه ماشي ديال هاد الثمن، راه حنا غير مسولدينهم باش نحيدوا علينا السلعه. اللي بغاهم 0.6 41 67 33 95، الارسال جميع طلامط البروكار باقيين جداد، هادو غير مفصلين، فقط مفصلين ما مخيطينش، ما فيهمش لاستيك، طلامط كبارين فصلهم كيما بغيتو. كاينه 5 متر مطلوقه من طرف لطرف، الطلميط الثاني حتى هو 5 متر، الطلميط الثالث 5 متر. يا راه يمكن لكم الا بغيتو نفرق لكم حتى طلامط الاخرين يمكننا نفرقهم، لان غير مفروقين بالمقص ما مخيطين ما والو، غير مفصلين. 5 متر مطلوقه في 5 متر مطلوقه في 5 متر مطلوقه، ومعاهم 14 مخده كبار
ديال 90. دائما اخواتي الكريمات فاش كيكونوا خدا دي ديال 70 كيكونوا 3 في السداري، وفاش كيكونوا ديال 90 كيكونوا 2 في السداري، فعاود 3 كيكونوا 2، كل سداري 2 متر كيهزو 2. كنا معاهم 14 مخده كبارين ديال 90 تبارك الله طوالين. هادو الثمن ديالهم همزه 1550 درهم، قياس الصالون قدو قداش. يمكن لي نفصل لكم ها نتوما اخواتي الكريمات، الا بغيتو تبقى 5 متر ونفصل لكم 4 ديال جوجونس جوجونس جوجونس، ها نتوما اما غادي نخلي لكم 3 متر 5 متر ونفصل لكم جوجونس 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 4 جوجونس، ولا نخلي لكم 3 ديال الخمساوات مطلوقين اللي بغيتو. حاولوا اللي بغات هاد الطلمط الا ما عرفاش تفصلهم تقولي نفصلهم لها انا، يعني الا بغاتهم 5 متر 5 متر 5 متر تسديهم الخياط وفصليهم على فراشك، ولا الا بغيتي ديك الخمساوات مثلا نخلي لك 5 متر 5 متر وجوجونس جوجونس، ولا 5 متر و4 ديال جوجونس جوجونس جوجونس. المهم اللي بغيتو هذا، المهم راه همزه غير اللي ما بغيت. الرفيع هذا البروكار ديال الرفيع اللي بغاهم 0 46 67 33 95 ارسال الى جميع المدن. خصكم تشوفوا التوب ديالو كي داير روعه. بيعوا الساق البلدي طلمت البهجه الحره الاصيليه بن الشريف بالصقلي ديال الصم الحر. هانتوما السفيفه على 3 راه كلها صقلي. هانتوما البهجه الحره اصيليه شي حاجه ديال الرفيع، ودائما البهجه الحره اللي ما كيعرفش البهجه الحره هذا هو الظهر ديالها. العبارات مطلوقين ما فيهمش لاستيك بالنسبه بلا ما يعني الناس ما يديروا لهمش لاستيك. العبارات اللي بغات تزيد على عليهم كتديهم الخياط وكيزيد لها البيضاويه. البيضاويه هي ديك التوب البوبلين بحال اللي كيكون في العماره ديال المخاد ديال اللابط اللي كيكون في قلب المخاد كديروا التوب وكتجمعوا. هذه هي البلدي ما كيصلحلوش لاستيك. معهم المخد كبار ديال العسه، شوف الخياطه كي دايره ديال الرفيع ديال الشيش ما شاء الله، شي حاجه ديال اليد ديال الرفيع. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راكم عارفين هاد الخياطه بشحال كتقام. هادو المساند بالتكرير، شي حاجه ديال اليد شي حاجه معتبره. الذوق الرفيع شوفوا ما شاء الله البهجه الحره، اللي ما كيعرفش البهجه الحره شو تبارك الله راه كتكون كلها التوب ديالها غليظ، والذوق الرفيع شوفوا ما شاء الله. نعطيكم العبارات طلمت مطلوقين ما فيهمش لاستيك، كاين 4 متر مطلوقه من الطرف للطرف، واللي بغى يزيد فيها غادي يدير لها البيضاويه في الجناب كما قلت لكم، وكتجمعوا السداري ما كديروش لاستيك. الطلميط الثاني 3 متر و30، الطلميط الثالث 3 متر و20، الطلميط الرابع 2 متر و70. اربعه طلمت كبار كيلمطوا تقريبا شي 5 ولا 6 السداد. المهم نتوما غادي تلعبوا بهم كما بغيتوا، والخدادي راه فيهم تبارك الله خير الله. الخدادي 20 خدا بالسفيفه البلديه تريش وبالصقلي، شي حاجه معتبره لعشاق الاناقه المغربيه والاصاله. ومعاهم 4 المخاد ديال العسه بالتكرير بالمكرامي، شي حاجه ديال اليد ديال الرفيع الفروعي، شو تبارك الله روعه. طلمت مطلوقين زيدوا لهم البيضاويه في الجناب، ما ديروا لهمش لاستيك ما كننصحكمش، استغلوا البهجه في الوسط يعني من الفوق وزيدوا البيضاويه وربحوا هاد العبر اللي عطيتكم كامل مكمول. اللي بغاهم 0 46 67 33 95 لارسال الى جميع المدن. كنشكركم بزاف على تعاليقكم والبارطاج ديالكم والدعم ديالكم، راني كنقرا جميع التعاليق وكنشكركم جزيل الشكر. هادو طلمت البهجه جداد، طلمت راه مارولو ما مفصليش، يعني طلمت رولو والخدادي مخيطين بالسفيفه البلديه يعني على جوج السفيفه البلديه يعني دوفاس، راه كاينه الخياطه بالسفيفه من الفوق باش اما كيما قلبتو المشموم كيتقلب. قلنا 15 متر رولو ما مفصلاش، ومعاهم 18 مخده مخيطه بالسفيفه البلديه. هادو جديد طلمت رولو فصلهم كيما بغيتو، والخدادي مخيطين 15 متر رولو و18 مخده. هادو الثمن ديالهم سولد 2950 درهم.
لي بغاهم 0641-67-33-95 لإرسال جميع المدن. هادو طلامط مستعملين نتوما، يعني شي صالون، صالون د الكلاس قياس 5 سدادر، هادو غير ديال بيت الكلاس ولا صالون د الكلاس. طلامط نقيين، طلمط فيهم لاستيك، فيهم دو فاس، كاين فاس صفرا وفاس مغلوقة هكا كرونة، فيهم السفيفة البلدية، زوينين صبن ورد. كاينة 4 متر وكاينة 2 متر وكاينة 2 متر 2 متر 4 متر 2 متر 2 متر، ومعاهم 15 مخدة بالسفيفة البلدية ديال 70. هادو الثمن ديالهم 750 درهم، 15000 ريال. اللي بغاهم 0641-67-33-95 والإرسال إلى جميع المدن. مرحبا، 100000. طلمت الرومي، هادي المبرة الرومية ديال الدان، هادي المبرة مبرة دان عفوا، شوف ديالها بحال الدان، جدادين. طلمت مفصلين مخيطين، خدادي ديال 70. طلمت فيهم لاستيك، راه ماشي مستعملين، هادو مفصلين مخيطين قياس كبير، قياس صالون كبير، فيهم لاستيك. كاين 6 ديال الطلامط، 6 ديال الطلامط، كل طلميطه فيها لاستيك ديالها مفصله بوحدها ومخيطه بوحدها، يعني كتلبس سداري 2 متر كما تتشوفوا دابا هانتوما، سداري ملبوس هكا. كاينين 6 ديال الطلامط فيهم 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر، يعني 6 ديال 2 متر، ومعاهم 15 مخدة، معهم 15 مخدة ديال 70. تفريشة رائعة، طلامط جداد تحت الطلب، لأن أنا قليل فاش كندير لكم الرومي، المبرة الرومية راهم رائعين الصراحة، زوينين جاهزين، غي لبسي ما تفصلي ما تخيطي، لبسي صالونك. حتى اللي بغات مثلا تفرقهم مع شي وحدة في عائلتها ولا شي حاجة، راه يمكن لكم تفرقوهم. 100 درهم. لي بغاهم 06-41-67-33-95 الجديد بثمن المستعمل، إرسال إلى جميع المدن. لي بغاهم مرحبا، 100000 مرحبا. طلمت البهجة ما شاء الله، تفريشة كبيرة هانتوما، خدادي مخيطين بالسفيفة البلدية هانتوما، فاش كتكون الخياطة ديما الفوق كيكون المشموم على 2 جهات، كيما قلبتي الخديه كيكون المشموم واقف. طلمط رولو ما مفصلينش، يعني توب واحد فصلوه كيما حبيتو، 17 متر، يعني قياس كبير، قياس 7 ولا 8 سدادر، والخدادي مخيطين مفصلين مخيطين بالسفيفه البلديه دلقوزه هانتوما، صابرة حرير، خياطه معتبره، خدادي مخيطين كاينين 20 مخدة. وبالنسبه للطلميط، الطلميط راه رولو فصلوه كيما بغيتو، تفريشه ما شاء الله ديال الفخامه والنخوه. اللي بغاهم 06-41-67-33-95 ما شاء الله، الوان رائعه، شو ما شاء الله، راه هو الصفر ذهبي غزال، الشيء اللون ديالو غزال، وفيه مرشوش بالصقلي، هانتوما لاحظوا العرش راه مرشوشين بالصقلي، وبالنسبه للعراش اللي ملونين راهما حرير هانتوما. كاين الغوز، غوز انديان، وكاين البيستاش فاتح، وكاين الموف فيولي، وكاين الموف مغلوق، وكاين الشيبي، وكاين الخضر بيستاش. المهم تفريشه ما شاء الله روعه، خدادي خيطو، يعني خيطو كيما بغيتو. كاين هاد كاين هاد اللون، وكاين الزرق الملكي، كاين هاد اللون كيما كتشوفوا الدوره، غير هذيك الاخرى زرقاء ملكيه. بالنسبه لهادو 17 متر و20 مخده، كذلك حتى الزرقاء 17 متر و20 مخده. اللي بغاهم 06-41-67-33-95 ارسال الى جميع المدن. طلمت المبره المحفره الحره، هذه العامره، هذه ما شاء الله ديال الرفيع، صالون الفخامه، وراكم كتعرفوني فاش كنشكر لكم الحاجه، الناس اللي فايت شراو مني تقدا وعاودوا، راه كيعرفوني علاش كنتكلم.
طلامط رائعين، فريشة كبيرة ما شاء الله، كاينة 5 متر، الطلميط الثاني 3 متر، والطلميط الثالث 2.5، والطلميط الرابع 2.5، والطلميط الخامس 2 متر، معاهم 17 مخدة ديال 70 بالسفيفة البلدية تريش، ومعاهم 8 ديال المساند المبرة، يعني بطبيعة الحال الفاقة والتحاتة، يعني الفاقة راه ما فيهم التكرير الماكرامي ديال اليد. اللي بغاهم 0641 67 33 95، والإرسال جميع المدن مرحبا، 100 ألف مرحبا. هادو طلانط البهجة الحرة الأصيلية بن الشريف بالسفيفة البلدية تريش، الجوز على 3، يعني المشموم كيظهر كالوجه. بالنسبة للعبار فيهم لاستيك، نعطيكم غير وجه الفراش، يعني غير الوجه، طلميط تيلبس 4 متر و40، طلميط الثاني 3 متر و20، طلميط الثالث 3 متر و20، والطلميط الرابع 3 متر و20، يعني صالون كبير ما شاء الله، ومعاهم 20 مخدة بالسفيفة البلدية، و10 المساند، 5 ديال طرد الغرزة، و5 ديال البهجة بالتكرير المكرمي على اليد. الحوف مع الحوف ديالهم اللي بغاهم 0641 67 33 95، والإرسال إلى جميع المدن. كنشكركم على طيب المتابعة، الناس اللي وصلوا معايا لآخر الفيديو، ما تنساوش تخليوا لايك وتخليوا لي كومنتير زوين، وتبارك الله عليكم، كنشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله للحديث بقية، راه تبارك الله طولت عليكم بزاف، ومازال ما شاء الله بزاف مجموعة العروض ديال طلانط. نتمنى يكون تفاعل كبير في هذا الفيديو، وما تنساوش تبارطاجيو أخواتي على أوسع نطاق.